هل هناك حدود في تعاملي مع جسدي؟ طبعا، بما اننا خايفين نمشي في سكة غلط لازم الواحد يتعامل مع جسده بحساب. الجسد ده اجمل ما فيه ايه؟ انه جواه روح ربنا، جواه نعمة ربنا. فاذا كان عندك علبة فيها ذهب والماس، العلبة دي بترميها تحت السرير، ده هي جواها حاجات غالية جدا. فالعلبة مش قيمة في ذاتها، العلبة قيمة باللي فيها، فاهمين الفكرة؟ فأنت بتحترمي جسدك وبتتعاملي معاه بحساب قوي، لأنه ده شايل المسيح جواه، دي حاجة قليلة، شايل ربنا كله جواه، زيك زي الهيكل اللي جوه. ده شوف أبونا يلمس الهيكل بحساب، أنت تلمسي جسدك بحساب، تتعاملي معاه بنقاوة بقداسة، تحترميه جدا. عشان كده ما تسمحيش لحد يلمسه ولا انت لمسه غير نقيه، فاهمين؟ لان الكتاب يقول اي انسان، كل انسان يحب جسده ويقوته ويربيه كما المسيح ايضا للكنيسه. فطبيعي الواحد يهتم بجسده. احنا لما بنلاقي الواحد مهمل في صحته بنقول له غلط، خطيه انك تاثر في صحتك. ليه؟ لان انت مش ربنا جواك، انت كده بتعمل حاجة ضد ربنا. وبالتالي الواحد يتعامل مع جسده بنقاوة واحترام. لكن تقديس الجسد زي ما فهمنا مش هو اللي يسوقني انا اللي اسوق. ها؟ لو هو اللي سأني باظت الدنيا، انا لو سوقته احطه في مكانه المظبوط. فالجسد عاوز الواحد يضبطه، لكن برضه ايه، بحسابه بعد ده.